العضله الضمه هي مش عضله ضمه، هم العضلات الضمه. العضله الخلفيه هي مش العضله الخلفيه، هي العضلات الخلفيه. العضله الضمه عباره عن مجموعه من ثلاث عضلات، اللونجس والبنيفيس والماجنس، ثلاث عضلات. سواء كلمه لونجس هي الطويله، بنيفيس القصيره، ماجنس الضخمه او الكبيره، تمام. جزء منهم بيمسك في اعلى عظمه الفخذ، واللونجس دي بتمسك تحت خالص. ده بالنسبه للعضلات الضمه. العضلات الضمه من العضلات اللي بتحصل في كره القدم او ناحيه الجوين، يعني بنتكلم في 23%. العضله الخلفيه مش مشكلتها بس في حدوث الاصابه، مشكلتها في العلاج، وانك ازاي تمنع ان الاصابه ترجع تاني او يحصل ريكورنس، اعاده تاني للاصابه، لان ده كومن جدا ومنتشر جدا في العضله الخلفيه. العضله الخلفيه هم برضو عباره عن ثلاث عضلات: البايسبس فيمورس، السيمي تندينوزس، والسيمي ممبرنوزس. دول ثلاث عضلات كبار اللي احنا دايما بترجمتها هي كلمه هامسترينجز، اللي احنا دايما بنقراها في الاخبار المترجمه اصابه في اوتار الركبه. هي عضله مهمه جدا في الكوره، لان هي بتستخدم كتير جدا في السبرنتس، بتستخدم كتير جدا طبعا وقت التاكلينج او انك تجيب كوره من مكان عالي. انا فاكر كويس جدا كنا برضو في مؤتمر بتاع الايزوكايناتيك، وكان اتعرض 8 مواقف مختلفة كلهم حصل فيهم اصابات في العضلة الخلفية. بالنسبة للسؤال التاني بتاع الكلاسيفيكيشن او درجات ايه، هو احنا اللي احنا بنقوله ده هو ترجمة من العربي. الكلاسيفيكيشن او تقسيم درجات الاصابة هي كانت ماشية بريت واحد وباسامي معينة لحد سنة 2007، لحد ما ابتدى الدكتور بايرن ميونخ فولفغانج مولر يعمل تقسيمه جديده خالص سماها ميونخ كلاسيفيكيشن، وابتدى يقسمها لدرجات وصل بيها لحد ممكن 7 درجات. وبعدين المجموعه اللي كانت موجوده وقت اولمبياد لندن 2012 نزلوا بعد كده بكلاسيفيكيشن او بتقسيمه سموها البريتش اثليتكس، ودي تقسيمه تانية بدرجات تانية. ابتدوا بدل ما احنا بنقول شد اولى وتانية وتالتة، بقت واحد الف وب وجيم، واثنين الف ب وجيم، وثلاث الف ب وجيم، وفي ناس تانية ابتدت تدخل تقسيم بتاع الاشعاعات كمان. وفي التقسيمه اللي هي الاولانيه اللي احنا اغلبنا بيتعامل بيها. هي الفكره كلها مش انت عندك كلاسيفيكيشنز قد ايه، هي الفكره كلها ان انت يكون في ترمينولوجي واحدة انت متفق عليها. يعني انا لما بكلم مثلا الدكتور محمد اسامة في نادي الزمالك، او الدكتور خالد في محمود في نادي الاهلي، او في اي مكان هنا في مصر، احنا متفقين على كلاسيفيكيشن معينة. لما بنقول شد من الدرجة الاولى فاحنا عارفين ان احنا قصدنا على حاجة معينة. ممكن لو انا بخاطب مثلا دكتور ارسنال بقول له ان دي مثلا جريد 2A اكوردنج للبريتش اثليتكس. وطبعا في تقسيمة عاملها نادي برشلونة، اتعملت سنة 2015 مع اسبيتار في قطر، ودي يعني معقده جدا لدرجه بصراحه ان انا لما ببقى مضطر اراسل حد من الانديه اشرح له الاصابه بالكلاسيفيكيشن دي لازم يكون معايا الهاند بوك بتاعهم. ما هو متعارف عليه في الملاعب ان في كرامب اللي هو شد لحظي وبيفك، ان في اجهاد اللي هو ما هياش، ما تقدرش تقول ان هي إصابة في الياف العضله نفسها قد ما هي العضله كلها مجهده. في بعد كده الشد بنقسمه من الدرجه الاولى والثانيه والثالثه. شد الدرجه الاولى هو وجود ممكن رشح في العضلات بس بدون اي قطع في الالياف بتاعتها. الدرجه الثانيه بيبقى في قطع في بعض الالياف بتاعتها. الدرجه الثالثه بيبقى في قطع كبير في الالياف بتاعتها. في ناس تقول تمزق، وناس تقول ان هو شد من الدرجه الثالثه. في الاخر زي ما قلت لك هي بتختلف حسب الكلاسيفيكيشن او التقسيمه اللي انت بتستخدمه، حسب انت بتخاطب بيها مين. ما اقدرش اقول لك مثلا ان الاصابه دي هتاخد اسبوع او هتاخد 10 ايام، لان في عوامل كتيره منها مثلا الفحص بالسونار، وبشوف حسب التجمع، في تجمع دموي، في رشح، الكشف الطبي قد ايه، وبكومباين الاثنين مع بعض وبقدر اطلع بنتيجه.